فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اقتصر الإمام في صلاة العيد على خطبة واحدة فهل ينكر عليه ذلك وهل يكون آثما؟ نعم، ينكر عليه ذلك لأنه خلاف السنة، خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الشباب أو المتعالمين أو المبتدئين في طلب العلم إذا وجد قولا من الأقوال أظهره وشوش على الناس، يا أخي اعمل بما عليه العمل في البلد، لا تشوش على الناس ولا تظهر نفسك أنك عالم وأنك اطلعت على شيء ما دروا عنه، هذا كله من الجهل. ما يجوز التشويش على الناس ولا مخالفة العمل الذي عليه المسلمون في البلد. نعم.